السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا منيرة من قناة ميرا كرافت. اليوم راح أسوي خبز بحبوب الكتان والشيا، مقاديره سهلة وقليلة ومتوفرة بأغلب المنازل. راح أقول لكم المقادير بالأكواب وبالجرامات، لكن الأفضل أن يكون عندكم ميزان تستخدمون الجرامات. كوب وربع ماء أو 300 جرام ماء، يكون دافي وما يكون بارد، دافي وليس حار. ملعقة شاي صغيرة خميرة فورية، أحركهم مع بعض حتى يذوبون، وبعدها راح أضيف 3 أكواب دقيق خاص بالخبز أو دقيق جميع الاستعمالات. أنا استخدمت ماركة كينج آرثر، تقدرون تستخدمون أي ماركة تعجبكم ترتاحون لها. استخدمت 3 أكواب الدقيق، يعني 400 جرام من الدقيق. وبعدها راح أضيف 2.5 ملعقة صغار ملح بحري، الأفضل ما يكون ملح العادي اللي باليود، الأفضل لأنه اليود يموت الخميرة، أفضل شيء الملح البحري أو ملح الهملايا. وبعدها نبدأ بالعجن. ثم أضيف 1 ملعقة من حبوب الكتان و1 ملعقة من حبوب الشيا، ثم أعجنهم مع بعض. بعدها أغطيها، ثم بعد 1/2 ساعة أعجن، يعني 4 مرات أعجن خلال 2 ساعة. أخليها تتخمر حدود 2 أو 3 ساعات، والأفضل أنكم تخلونها 4 ساعات حتى تكون فيها فتحات. من أسباب عمل الخبز في البيت أنه أرخص من التجاري، وأنك تعجنين الخبز أمام عينك وتخبزينه كذلك، ونظيف وصحي، وأغلب السفر العربية لا تخلو من الخبز، ويحتوي على الكثير من النشويات والألياف. وهذه رابع مرة عجن، وبعده أغطيه حتى يختمر، ثم أسخن الفرن على حرارة 450 لمدة 1/2 ساعة، ويكون بداخله القدر الهولندي، وهو مصنوع من الحديد الزهر واسمه داتش أوفن. بعد ما يسخن القدر أحط داخله العجينة. راح أغطيها حتى يتحمل قدر الهولندي أو الداتش أوفن، وهنا بعد ما تحمى وصار حار، يعني لازم تحذرون منه، تبعدون إيديكم عنه. أحط فيه الخبزة،
وبعدين شكلوها يا بنات على أي شكل تبونه، بس لازم نفتحها من على الوسط حتى يطلع الهواء اللي جواها، ولا راح تتشقق من جميع الجهات. مع إنه حتى لو تتشقق مع الجوانب فإنه شكل جمالي يعتبر. رشيتها بشوي دقيق حتى تبان الأشكال اللي راح أرسمها عليها. هذه الأشكال هذه راح تتحسن معاكم مع الأيام ومع الخبز. راح أدخلها الفرن مدة نصف ساعة، وبعدها وهو مغطى بالغطاء نصف ساعة، وبعدها أشيل الغطاء وأخليها مدة 15 دقيقة حتى يتحمر من فوق. هنا بعد نصف ساعة راح أشيل الغطاء، وشوفوا لونها فاتحة، هي ناضجة مرة لكن لونها فاتح من فوق. راح أرجعها لمدة 15 دقيقة أو حتى تتحمر من فوق بدون ما أفتح الشواية من فوق، نفس حرارة الفرن. بعد ما طلعتها كذا إذا طقيتوا عليها تحسون بصوت فراغ جوا. لا تقطعونها يا بنات، الواحد متحمس يكون ويبغى يقصها ويقطعها ويشوف، لا غلط، خلوها حتى تبرد بعدين قصصوها. تقدرون تضيفون جميع أنواع الحبوب اللي عندكم. هنا بعد ما بردت وكل ما تطقون تبغون تعرفون إنها يعني ناجحة ومستوية، تحسون بصوت فاضي داخل. إذا جيتوا تقصون الخبز قصوها بسكين خاصة بالخبز، وسكاكين الخبز تكون مشرشرة مي متساوية. هذا داخل الخبزة، شايفين وشلون الفراغات يدل على أنها تخمرت زين. أنا خليتها مدة 3 ساعات بالتخمير، تقدرون تخلونها 4 ساعات على راحتكم. والأفضل إنكم تحتفظون فيها بكيس من القماش من الكتان أو القطن، أفضل من أكياس البلاستيك، لأن كيس البلاستيك بيخلي الخبزة تتعرق وبعدين تطلع زي المطاط نفسها الخبزة، لكن أكياس القماش أفضل بكثير. تشوفون الخبازين دائما الخبز على الأرفف حاطينه، ما حطوه ببلاستيك. أو هذا الكيس أنا أخذته من أمازون خاص للخبز، كيس ورق وفي بلاستيك من الأمام بس حتى نشوف شكل الخبز. تقدرون تهدونه لأصدقائكم حبايبكم بعد ما تسوون الخبز. ما أقول لكم عن ريحة الخبز، تجنن تجنن، حتى ملت البيت من الريحة. وأشكركم على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.